الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كما وعدت بإرسال رسائل صوتية عن بعض الذكريات والمواقف لبعض أساتذتي ومشايخي من علماء حمص رحمهم الله تعالى ورفع منزلتهم، سأتكلم دون تكلف وإنما حسب ما يتيسر. وأبدأ بسماحة مفتي محافظة حمص فضيلة الشيخ محمد طيب الأتاسي رحمه الله تعالى، حيث لازمته عن كثب وعن قرب شديد لمدة 3 سنوات تقريبا، وهي السنوات الأخيرة لوجودي في حمص قبل خروجي منها عام 1981 ميلادي. وقد عشت معه في غرفة واحدة مدة 3 سنوات. كان الشيخ يدام يوميا في مقر الفتوى، حيث كانت له غرفة في مديرية أوقاف حمص، وموقعها المديرية غرب السرايا الحكومية، ويحضر يوميا من الساعة 8 صباحا إلى ما بعد الظهر. نصلي الظهر ثم يذهب، أو نذهب إلى الجامع الكبير فيصلي الظهر ثم يذهب، لا يتأخر ولا يغيب إلا للضرورة. بعد وجودنا في غرفة في أوقاف حمص، انتقلنا من مبنى الأوقاف إلى غرفة في الجامع الكبير تم تجهيزها وتأسيسها ليكون أقرب من المراجعين ومن المستفتين. ولا أدري ما إذا كانت الغرفة موجودة إلى الآن. ذلك بعد أن أنهيت دورة الضباط في كلية المدرعات بحمص أثناء الخدمة الإلزامية، والتي كانت بالضبط 9 أشهر وأسبوع، تم فرزي إلى إدارة الفتوى بحمص. طبعا الفرز رسميا هو إلى قطعة عسكرية، كان إلى سكنة خالد بن الوليد بحمص طريق الشام، ولكن الدوام الفعلي كان في إدارة الفتوى. وكان هذا متبعا وقتها لفرز بعض طلبة العلم إلى مؤسسة مدنية، فقد تم فرز الشيخ ياسر المسدي رحمه الله والأخ موفق الكعكي وغيرهم من طلاب العلم. وقبل أن تنتهي مدة الخدمة الإلزامية وهي 2.5 سنين مع مدة الدورة، طلبني فضيلته من إدارة التعليم بحمص طبعا عن طريق المحافظ أن أبقى معه، وأنه يحتاج إلي لمساعدته، حيث كنت مدرسا ذاخر الملاك في التعليم. فتم انتدابي من مديرية التعليم بحمص للعمل مساعدا لأعمال الفتوى بقرار رسمي. وفضيلة الشيخ محمد طيب اسم على مسمى، فهو طيب القلب وطيب المعاملة وحسن الخلق، لا يدرك ذلك إلا من عاش معه، لا يدرك ذلك إلا من عاش معه عن قرب. والشيخ من عائلة معروفة وعريقة، كان منها رؤساء وزعماء ومسؤولون في الدولة وعلماء، وكان يحفظ لهم منصب الفتوى في حمص من عقود من الزمن. والشيخ أيضا فقيه من الفقهاء المشهود لهم بالفقه الحنفي، ذو شخصية متزنة وهيبة ووقار، وقد استفدت منه كثيرا بملازمتي له ووجودي معه. وسأذكر بعض من هذه الوجوه، من وجوه الاستفادة من الشيخ. أولا، أول ما داومت عند الشيخ ومن باب المؤانسة والمباسطة، قال لي كل يوم في بداية الدوام
نذكر حكمة أو موعظة قصيرة. أول ما نلتقي في الصباح نذكر موعظة، هذه الموعظة ربما تكون جزء من آية أو فقرة من حديث أو جملة من أقوال العلماء أو الحكماء أو الأدباء أو مثلا من الأمثال الشعبية المتداولة والمفيدة والمعروفة. على سبيل المثال اليوم الأول مثلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. اليوم الثاني، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. مثلا ادفع بالتي هي أحسن. أيضا اتق الله حيثما كنت. رأس الحكمة مخافة الله. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صاحب المعروف لا يقع، وإذا وقع وجد متكأ. كل ما جاء تأكل طيب. هكذا بعض، أتذكر بعض هذه الأمثال، ولكن ما كنا ندونها أو نكتبها، وإنما كل يوم نذكر مثلا من هذه الأمثال أو من هذه الحكم، وهذا مما ينشط الذهن في بداية الدوام. ثانيا، كنت أقرأ معه يوميا من كتاب فتح القدير في الفقه الحنفي لابن الهمام. معروف هذا الكتاب في الفقه في عدة مجلدات. هذا غير كتاب فتح القدير في التفسير للإمام الشوكاني. وهذه القراءة اليومية استفدت منها كثيرا. ثالثا، كانت تردنا أسئلة خطية من أشخاص أو هيئات أو غيرها، ويطلبون الرد عليها خطيا، وكنا نرد عليها ونجيب عليها خطيا حيث لم يكن وقتها طباعة. كان الشيخ يملي علي الإجابة من محفوظه دون الرجوع إلى الكتب، ويعزوها إلى المصدر. مثلا يقول اكتب الجواب كذا وكذا كما جاء في الفتاوى الحامدية، أو كما في الفتاوى الهندية، أو كما في حاشية ابن عابدين، أو كما جاء في كتاب اللباب في شرح الكتاب، أو غيرها من الكتب والمراجع المعتمدة والمشهورة في الفقه الحنفي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على سعة اطلاعه ومعرفته وعلمه رحمه الله تعالى. كنا ندون كل الفتاوى في سجل خاص اقتنيناه لذلك، ليكون محفوظا لدينا ومرجعا لنا، ونرسل نماذج في نهاية كل شهر. كنا نرسل نماذج من هذه الفتاوى إلى الإدارة العامة للإفتاء دمشق نهاية كل شهر، ليطلعوا على الفتاوى التي يسجلها الشيخ. ولا أدري ما إذا كان السجل موجودا إلى الآن في إدارة الفتوى بحمص، فقد يستفاد منه كمرجع للفتوى، وهذا منذ أكثر من 40 سنة. رابعا، بما أن للشيخ مقر وهو المفتي وهو رئيس الجمعية ومحبوبا لدى المشايخ وهم أصحابه وزملاؤه، فكان جل وأكثر المشايخ يترددون عليه لزيارته والسلام عليه. كانت تدور بينهم مدارسات ومناقشات لبعض الأحكام والمسائل الفقهية، كنت أستفيد منها كثيرا. أيضا مما يعهد عن فضيلة الشيخ طيب رحمه الله تعالى إلمامه بالأمور الحسابية، وحفظه لأرقام الهواتف الخاصة بأصحابه ومعارفه وأرقام هواتف المشايخ، فكان لا يحتاج إلى تسجيلها أو تثبيتها في سجل، وقد لمست ذلك منه حيث كان يقول لي اتصل لي بفلان ويملي علي الرقم. وحتى لا أصير أكتفي بهذا القدر الآن، وإن شاء الله أتابع الحديث عن فضيلة الشيخ في رسالة لاحقة بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.